بيقول لنا عجيب هو الله في قدسيه، ويقول إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه، والصدقون يفرحون وتهللون أمام الله. عجيب الله فين؟ في قدسين، في حياة القديسين، يعني حياة ولاده القديسين. وإن إله إسرائيل هو يعطي قوة، بيديهم قوة وعزاء، قوة وعزا، عزا يعني برضو نوع من القوة، يعني العزة هي القوة. والصدقون يفرحون ويتهللون، يفرحوا ويتهللوا أمام الله. والمزمور بتاع باكر بيقول يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، بيفتخروا بيك لأنك أنت يا رب باركت الصديق. الحقيقة هنا التركيز إن الصديقين فرحانين وبيفتخروا بربنا. موضوع إن الواحد يبقى فرحان دي مش ممكن، الواحد يبقى فرحان وهو عنده صغر نفس وحاسس انه غلبان ومفيش فايدة وانه متداس من الناس كلها، فدي بتخلي النفسية فين؟ النفسية تبقى تحت. لكن اللي مع ربنا حاسس ان اللي معاه اكتر منين؟ من اللي عليه، وعشان كده حاسس الله في حياته، وان الله اللي في حياته ده عجيب، بيعمل اعمال عجيبة في حياته، بيسنده ويفرحه وينقذه ويعضده ويشدده ويديله نعم وسلام وافراح. ده الايمان بتاعنا اللي بيخلينا ايه؟ يخلينا نبقى فرحانين. عشان كده بيقول ان الصديقين بيتنعمون بالسرور، مش بيتنعموا كده وخلاص يعني، لا، وفي في حياتهم قوه ونعمه وبركه بتخليهم يفتخروا ويفرحوا وينبسطوا ويتكلوا على ربنا. معهم الله الذي معنا اكثر من اللي ايه؟ من اللي علينا. فده ايماننا. الحقيقه الناس كلها تحب ان هي تتحط في صوره حلوه، في صوره مجد كده، ويفتخروا بحاجه. ساعات ناس تفتخر بعيلتها، ناس تفتخر بابويا، ناس تفتخر بفلوسها، انا عندي، عشان يلاقي حاجه لها قيمه في حياته يوم ينبسط، يلاقي حاجه لها ايه تعمل له قيمه، يعني ها حاجه تعمل له كده يعني ايه قيمه. واحد تاني يفتخر باولاده، واحد يفتخر بشغله، واخر يفتخر باعماله، انا عملت كذا وعملت كذا، انا المخترع العظيم اللي اخترعت ولا عملت ولا سويت كذا ولا. كل واحد بيفتخر بحاجه عشان يلاقي نفسه. وبتوع علم النفس يعلمونا كده، لو الواحد دايما ايه بتوع علم النفس يأسان وتعبان يقول لك ده نفسيته مريضه، فيها حاجه غلط، فيها حاجه مش مظبوطه في حياته. فعشان كده اللي حياته فيها ربنا بتبقى فرحان ومبسوط، لانه له اللي اعظم من الكل، له اللي اعظم من الكل. وقف معلمنا بولس الرسول في وقت من الاوقات وقال فقراء ولكن نعني ايه كثيرين. يعني هو حاسس انه ضعيف ومسكين وفقير وما يسويش حاجه، ما هوش في جيبه حاجه، لكن في نفس الوقت اللي له كتير قوي قوي، انا نغني كثيرين. لما كان القديس بطرس والقديس يوحنا داخلين الهيكل ولقوا الراجل الشحات اللي بيشحت وقال لهم ادوني حاجه، فالراجل قال لهم بص لي، بطرس الرسول قال له بص لي كده، فبص له كده قال له ليس لي فضه ولا ايه ولا ذهب، ولكن اللي ليا. انت ليك حاجه؟ ليا كتير. ها اللي ليا هي نعمه الله وقوه الله، المسيح اللي معايا. عشان كده ايماننا يخلينا فرحانين. الايمان اللي بندور عليها بره المسيح ما تسويش حاجة. يعلمنا كده ويقول لنا ان كل انسان زي الايه؟ زي العشب. عارفين العشب اللي بيطلع كده، عشب بسيط كده في الارض كده. وكل مجد انسان ممكن يفتخر بالانسان زي زهر العشب ده. اول ما تطلع الشمس شديدة شوية والحر على العشب، تلاقوا العشب ده ابتدى يصفر، يدبل، يصفر ويدبل، والزهر بتاع العشب يقع وينتهي، يفنى جماله. فالإنسان المتكل على أي حاجة غير ربنا، زهر بتاعه المجد بتاعه إيه؟ بيفنى وبينتهي وجماله بيزول. لكن اللي متكل على ربنا ده موضوع تاني، موضوع تاني. عشان كده احنا اتكلنا على مين؟ على ربنا. وفخرنا بمين؟ بربنا. وعشان كده يقول ان بولس الرسول لما جه في وقت ما قعدوا يفتخروا هم
الشعب اللي بيكرزله، وبعد كده اضطر ان هو كمان يفتخر، يقول بنفسه، يفتخر بنفسه، قال لهم جعلتوني غبيا وانا بفتخر. يبقى اللي بيفتخر بايه؟ باللي عنده انسان يبقى غبي. غبي ليه؟ انه مش فاهم انها تضيع منه وتنتهي وهتسحب منه تاني. فاذا نفسيتنا وفرحنا وافتخارنا هو في ربنا اللي مغطينا، عارف زي ما بيقولوا الناس البسطة كده على الدنيا دي، اللي متغطي بها ايه؟ عريان. المتغطي بها عريان، لكن المتغطي بربنا وحاسس بربنا في حياته يفتخر طبعا بربنا وهو ايه؟ فرحان. ففي ايات جميلة احبكم تاخدوا بالها منكم. احنا بنفتخر بربنا سواء هنا في الارض او سواء فين؟ في الظهر الآت على الرجاء الحياة اللي جاية في الأرض. يقول لنا كده في سفر أرمية، خلي بالكم الآية دي جميلة كده، يا ريت نحفظها وناخد بالنا مننا. يقول هكذا فليفتخر الإيه؟ هكذا قال الرب، لا يفتخرنا الحكيم بحكمته. يبقى الحكيم ما يفتخرش بإيه؟ إن أنا حكيم. ليه؟ لأنه ممكن يكون حكيم ويجي في وقت من الأوقات بعيد عنكم، المخ يضلم عن حاجة ما ياخدش باله منها، يضيع. فالحكمة بتاعته إيه؟ مش هتنفع. يقول لك يا أوف، ما حسبتها الصح المرة دي، راحت مني المرة دي. فالحكيم تضيع منه ويظهر إنه هو لا حكيم ولا حاجة. عشان كده حكماء هذا الدهر وهذا العالم صاروا أغبياء في حاجات كتيرة، ومعرفوش المسيح له المجد لما جه المسيح. الحكماء معرفوهوش. فإذا لا يفتخرنا الحكيم بإيه؟ بحكمته، ولا الجبار بجبروته. ممكن واحد يكون متسرط وجبار ومعاه السلطة يبيد ده ويعمل في ده، زي الملوك، الملك اللي كان اسمه نبوخذ نصر ده، اللي كان كل أي حاجة عايز يعملها بيعملها، فجأة القوة راحت منه وبقى إنسان ضعيف جدا، وبقى زي الحيوانات، واضطرد بره ايه؟ سكناه، ما بقتش مع الناس. يبقى لا الجبروت يفتخر بجبروته الجبار، ولا الحكيم يفتخر بايه؟ بحكمته، ولا الغني يفتخر بغناه، ولا الغني اللي معاه كتير. تقلبات بتاعت الدنيا ديت، واحد معاه فجأة ما بقاش معاه، حصلت مشكلة، حصلت ضيق، حصلت ضربة من الضربات الاقتصادية، راح اللي معاه قفلت شركته، قفل ما ايه، فلس، عمل، سوى، بقى متداين. فلا يفتخر الايه؟ الحكيم بحكمته، ولا الجبار بجبروته، ولا الغني بايه؟ بغناه. امال يفتخر بايه الانسان؟ فيقول لنا بل بهذا ليفتخرنا المفتخر. اللي عايز يفتخر ويلاقي نفسه ويحس انه حاجة، يفتخر باللي جاي ده. ايه بقى اللي جاي ده اللي هنقول عليه؟ بل بهذا فليفتخرنا المفتخر. يفتخر بايه؟ بانه يفهم ويعرفني انا الرب. يعرفني، يعرف ان انا الرب، الاله القدير، مال السماء والارض، الاله الجبار اللي بجد بحق وحقيقي، اني انا الرب. يبقى اللي عايز يفتخر، يفتخر بمين؟ يفتخر بالرب. فليفتخر ايه؟ بل بهذا فليفتخر فليفتخرنا المفتخر بانه يفهم ويعرفني اني انا الرب الصانع رحمة. الصانع ايه بقى؟ ليه صانع رحمة؟ اصلا لما بقع وانا ضعيف جدا اقول له ارحمني، بلاقي رحمة من عنده والرحمة دي تنقذني. ياما بنقع كلنا، وياما بنحس بضعفنا كلنا، وهنقف قدامه ازاي؟ فلاقيه يرحمني، بيرحمني ويتحنن علي، يستر عليا ويقبلني وينقذني ويقبل توبتي وينجيني ويرحمني زي ما رحم يونان وهو بطن الحوت. رحمته افضل من الحياة. رحمته، في آية كده في المزمور تقول رحمتك افضل، يعني لو عشت من غير رحمته لا ما عشتش. افضل ايه؟ رحمته افضل، يرحمني وياخدني افضل من ان انا اعيش هنا من غير ما يرحمني، من غير ما يتحنن عليا، من غير ما يترأف عليا، يتحنن عليا ويرحمني. يبقى ايه؟ رحمته الكبيره دي طهرني ويغفر لي خطيئتي ويقومني ويسترني. يبقى ايه؟ يفتخر بايه المفتخر؟ بل بهذا فليفتخرنا المفتخر بانه يعرف اني انا الرب الايه؟ الصانع ايه؟ الصانع رحمه وقضاء. يعني ايه قضاء؟
يعني حتى لو قام علي جيش ها والجيش ده هيموتوني الله يقضي، لا يبقى لا ليك حياة، يبقى ليه حياة. ها داود قام علي شاول، وشاول ده بالجيوش كلها بيدور على نفر واحد اللي هو مين، اللي هو داود. درجة فوات مؤقت قال له ايه ده ملك اسرائيل وكل الجيوش كلها بتدور على واحد، ده انا دودة بتدور عليا ازاي؟ ولم يتمكن شاول من مين؟ من داود. يشوع دخل 46 معركة وهو داخل ارض كنعان لم يهزم في معركة واحدة. ليه بقى؟ لان الصانع قضاء اللي قضى وقال لا يبقى لا، يبقى هو مين؟ هو ايه؟ ربنا. في ايده السلطان، في ايده الايه؟ كل شيء. فالايمان بتاعنا هو ده، ان الله الصانع رحمة، انا في ايد الله الحي. عشان كده الثلاث فتية اللي قالوا هنرميكوا في النار، قالوا انت حر عايز ترمينا ارمينا، بس الايه ليكن معلومة عندك ان ايه، ان ربنا ده يقدر ينجينا. وعشان كده ظهر معهم في الاتون الرابع شبيه بابن الايه الالهة. ده الايمان اللي خلينا نبقى مطمئنين ونفتخر بربنا ونبقى فرحانين في وسط الشدة وفي وسط الضيق. بهذا فليفتخرنا المفتخر بأنه يعرف إني أنا الرب الصانع إيه؟ رحمة وقضاء، وقضاء وعدلا، وعدلا. شوفوا العدل بتاع ربنا، شوفوا العدل بتاع ربنا إزاي، عدل ربنا. بصوا كده في السنين اللي فاتت كده وشوفوا عدل ربنا إزاي. المتجبر ينزله وإيه ويصير لشيء وينتهي، اللي يحسس بنفسه فجأة يضيع، يضيع في مفيش. ازاي ضاع وازاي راح وازاي؟ الله اللي ايه الصانع ايه قضاء وعدلا، الصانع قضاء وصانع ايه صانع عدلا في الارض. لان بهذه اسر ربنا يتسر بينا اول لما نفهم ويكون عندنا الايمان ده، ربنا يبقى فرحان بينا بهذا اسر. يبقى اقول الايات تاني، يبقى لا يفتخرن المفتخر بايه بقى؟ ثلاث حاجات، حكمته، ولا الجبار، لا الحكيم بحكمته، ولا الجبار بجبروته، ولا الغني بغناه. بل بهذا فليفتخرن المفتخر اني انا الرب. ان يعرف المفتخر يعمل ايه؟ بل بهذا ليفتخرن المفتخر بانه يفهم ويعرفني اني انا الرب الصانع، صانع ايه بقى؟ رحمة وإيه تاني؟ عدلا وقضاء في الأرض، وقضاء فين؟ في الأرض. دي في سفر أرمية 9:23، أرمية 9:23. يا ريت لما نروح إيه نبص على الآيات دي كلها، نبص على الآيات دي. يبقى إذن ده الفخر بتاعنا، لينا إله جبار عظيم. وده اللي قاله داود. داود وقف قدام جلياط، جلياط قده مش عارف كم مرة، وهو داود حتة عيل صغير وجاي له بنبلة، وبقول له انت تأتيني بسيف ورمح وترس، واما انا اديك بقوة رب الجنود. ايه ده؟ بص له كده قال له انت ايه ده، ايه ده انت جاي تحارب كلب ولا ايه؟ معاك نبلة ومعاك مش عارف ايه وانت عصايا. فلكن داود قال له اليوم يحبسك الرب في يدي. بيفتخر بالرب، الرب اللي انت عيرت جنود اسرائيل، لكن النهاردة الرب هيوري لك ازاي ايه ان انا اللي انا بفتخر بيه واللي جاي بيه ده عشان ازاي انا ههزمك انا. فاذا احنا معنا مين؟ ربنا. عشان كده نفسيتنا ما تبقاش داون كده، ما تبقاش ايه نازلين لتحت كلنا كده لما يجي مشكله ولا تيجي ضيقه ولا فين ايمانك؟ فين الايمان؟ افتخر بربنا. عجيب هو الرب فين؟ في قدسيه. ده ربنا عجيب، يا ما عمل معايا. عشان كده الانجيل اللي اتقرا ده بيقول اللي اعترف بيه قدام الناس يعترف بيه، اعترف بيه المسيح قدام ملائكة أمس. لما تيجي دقيقة اعترف بيه قول لا ربنا قوي مش هيسيبني. مش تروح الواحد يروح يقول لك انا ضعت وانا رحت وانا خلاص، لا اعترف بيه في وسط الضيق ان هو هينقذ ويقدر ويعمل. اعترف بيه انه رحيم هيرحمني مش هيسيبني. اعترف بيه انه عادل، والظلم اللي وقع عليا ما عدش عيط تقول الظلمت وسابني وكلام زي كده كده. دع انه اعتراف ده لو الواحد يقعد يعيط تقول اصل ربنا سابني، اصل ربنا مش حاسس بيا، اصل ربنا مين اللي قالك كده مش حاسس بيك؟ امال فين الايمان بتاعنا؟ انت
تعترف فيه، لا ربنا حاسس بيا، وهيتدخل في الوقت المناسب وهيمد ايده وهو حاسس بيا وعارف بيا وحنين عليا. ده الاعتراف بالرب. يبقى اللي يعترف بيا قدام الناس اعترف بيه قدام ملائكة ابي الذي في السماوات. ده الافتخار اللي بنفتخره. لكن افتخر بذاتي، لا بعد عنكم. وما ينفعش افتخر الاثنين باثنين، بذاتي ومين وبربنا، ما ينفعش. كل ما الذات تكبر كل ما ايه للاسف نبعد عن ربنا، ما نحسش بوجود الله في حياتنا. وكل ما ربنا يكبر في حياتنا كل ما الذات تنسحق وتتضع وتحس انا متكل على مين؟ على ربنا القدير العظيم. فاذا الانسان ما افتخرش بذاته ابدا، ما اقولش انا عملت وانا سويت وانا بقدر وانا لا 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 لا, لا. جعلتموني غبيا وانا بفتخر. الافتخار بالرب او الاتكال على الرب خير من الاتكال على ايه؟ البشر. اتكل وافتخر بمين؟ بربنا. الحاجه الثانيه اللي بنفتخر بيها، نفتخر على رجاء مجد الله. يعني ايه بقى الرجاء؟ الرجاء يعني حاجه لسه ايه؟ لسه جايه. رجاء مترجي حاجه، متمني حاجه. فده الرجاء. الرجاء مش اللي انا معايا دلوقتي، ده الرجاء ده اللي هو ايه؟ اللي هو جاي. رجاء مجد الله. يقول لك يا ده انت غلبان هنا وعندك مشاكل وعندك ضيقات. انا غلبان هنا، بس لما تشوفني فوق في السماء والمجد اللي هي ايه اللي منتظرني، ده مجد تاني. احنا منتظرنا مجد كبير، عشان كده نحتمل الضيقات والمشاكل والمتاعب دي كلها واحنا على رجاء مجد الله، المجد اللي لينا. افرحوا، اسماءكم كتبت فين؟ في ملكوت السماوات. ما تفرحش بأي حاجة هنا، وما تضايقش من الضيق كتير هنا، لكن افرح، اسمك مكتوب فين؟ في السماء. اسمك مكتوب في السماء. لما هيكون في المجد فوق، هنبقى معاه فوق في المجد اللي منتظرنا، مجد عظيم جدا، عظيم جدا، ملوش حدود، فوق في السماء منتظرنا. أحد الشابات كان والدها اتنيح، ولما تنيح والدتها كانت حزينه وبتاع. وبعدين جت في مره كده بتقول لي حاجه، بتقول لي شفت والدي قاعد في كرسي كبير وهو صغير في الكرسي. فجاء على بالي حاجه اقولها لها اعزيها بيها. قلت لها ربنا عايز يقول لك المجد اللي خده ابوكي اللي يمثله الكرسي ده كبير قوي. فاللي هدهولنا المسيح ايه؟ كتير. احنا صغيرين بس هيدينا ايه؟ كتير. ده يسموه حرية مجد أولاد الله، المجد اللي منتظرنا في السماء. عشان كده الضيقات والمشاكل وده كله، بص ما تسويش حاجة قصاد المجد الايه الأبد. خف ضيقاتنا الوقتية اللي في العالم ده، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد ايه أبدي فوق في السماء. ثقة المجد ايه أبدي. عشان كده الواحد يعيش وهو فرحان، ويعيش مش حاسس بقى بروحه. يعني يقول لك علم النفس يقول لك حس بذاتك، ذات ايه وبتاع، وبعد شويه يحس بذاته، وبعد شويه تتكسر ذاته، يبقى بعد عنكم في غم وهم وحاسس يقول لك انا ضيعت. لا، حس بربنا. بدل ما بتاع علم النفس يقول لك حس بذاتك وانت وانت، ويقعد ينفخك، وبعدين كده ايه حاجه تفسي الواحد النفخه دي تضيع كلها، مش راحت النفخه خلاص. ها، لكن هنا بحس بربنا، ده الصخر العظيم اللي افتخر بيه واحس بيه، وعمري اللي هيتكل عليه ايه مش هيخزى. عمر اللي هتكل على ربنا ايه مش هيخزى. يبقى انا فخري جاي من ناحية ان انا ابويا هو الله نفسه اللي قال لي قولي يا ابانا الذي فين في السماوات. ربنا يدينا كلنا نفتخر بربنا، نعترف بيه. احنا عرفنا يعني ايه نعترف بيه هنا في الارض؟ ها، نعترف بيه يعني ايه؟ يعني نفتخر بيه ونتكل عليه وما ننساهوش ان هو الاله العظيم اللي سندنا واللي احنا متغطيين بيه. اقول لكم الايه الثانيه بتاعت ارميه كام؟ نسيتم. ارميه كام؟ 9:23. ارميه كام؟ 9:23. يقول ايه؟ يقول اقول لكم ثاني بالظبط، هي هكذا قال الرب لا يفتخرنا الحكيم بايه؟ بحكمته، ولا الجبار بجبروته، ولا الغني بغناه، بل بهذا فليفتخرنا المفتخر بانه يفهم ويعرفني اني انا الرب الصانع. ايه صانع؟ ايه بقى ثلاث حاجات اهم؟ الرحمه، صانع رحمه، وصانع ايه تاني؟ عدل، وقضاء في الارض، وقضاء
رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أسر يقول الرب. مهما كنت ضعيف، مهما كنت إيه غلبان، مهما كنت تعبان مريض فقير، بك اللي بيك أنت إيه، افتخر بالرب، وده يكون فرحك ويكون إيه، يكون افتخارك وإيه، وافتخارك ده واتكالك ده لن تخزى، مش هيخزيك أبدا ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد لأبد كل أمين. أغنية خن قوم اسميني اسقوة بانتباهي هو بقوة.